رمضان كريم عليكم من برنامج رمضان كريم مع ميكو. طول عمري عايش في مصر وما خدتش بالي الفرق ما بين رمضان في مصر او في لندن. ومن احسن الحاجات ان انا عايز اوريكم رمضان في دولة مش مسلمة بس فيها مسلمين كتير بمختلف الطبقات ومختلف الجنسيات. كل واحد بيقضي رمضان مختلف رغم انهم بيتوحدوا في الاخر على ترابيزة واحدة بتلم كل الجنسيات وكل المستويات. عشان كده انا عايز اروح اشوفهم بعيونهم واقضيها معاهم واوريكم الموضوع ايه، لان برنامجنا بس عن الناس مش عن الحدث. ورمضان كريم مع ميكو. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اليوم سوري، يعني سوبر ماركت سوري في قلب لندن في شبت بوش اسمه الدمشق. عايزين نعرفه عنده ايه وبيجيب ايه في رمضان، وعنده حاجات احنا يعني بنشتاق لها كتير زي مثلا فول وحمص وحاجات. اقول لكم على حاجات، سيب ده وتعالوا نشوف اللي بيحصل، وتعالوا ندور على مدير المحل نسأله ويورينا. كل سنة وانتم طيبين. جماعة النهاردة معنا أحمد هيجي ورينا المحل وهيحكي لنا عن رمضان وعن نفسه. مشغولين، احنا جايين لكم في وقت مشغولين. لا مشكلة، أي وقت حقه. أي الأخبار؟ والله الحمد لله الحمد لله. كل سنة طيب الأول. أنت طيب قبل أي يعني قبل أي حاجة أنا أقول لك كل سنة طيب. أنت والناس كلها أجمعين. يا رب. الله آمين. يا رب. أخباركم إيه هنا في رمضان؟ والله الحمد لله، والبيزي شوي الحمد لله. صعبة ها؟ آه. طيب. لا بس مشكلة يعني مدمرين على الأمور. كامل. أندر كنترول كل يوم. فاتحين 24 ساعة؟ لا نحن نبدا من الساعة 7 ل 11 بالليل. من 7 ل 11 بالليل. وفي حد بيشتغل الشفت ده كله مثلا؟ لا نحن مقسمينه على ثلاث شفتات. ثلاث شفتات؟ اه. ف ممكن يعني انه ست ساعات في بياخذوا بريكات، ممكن يعني بنريح الشباب كلكم مرتاحين ان شاء الله. طبعا اصلا لما حتشتغل كل الوقت ده وانت صايم كمان اكيد حيكون في ستريس اكثر، ضغط اكثر، بس لا الحمد لله. انت عامل ايه في الصيام؟ قول لنا انت عامل. والله شخصيا يعني معظم الوقت القسمينه بين الوقت وال بين المحل وبرات المحل يعني. بس لا الحمد لله امور ماشيه تمام لحد الان. متعافر في الصيام؟ بتتعب ولا لسه؟ والله مبدئيا هو كان بس اول يومين بس لا طلع الحال صار تمام. يعني رايك تصوم يعني لو انا مثلا الصوم في سوريا ولا الصوم هنا؟ رمضان في سوريا ولا رمضان هنا؟ والله لا اذا زيت كل شيء له حلاوته يعني. سوريا لها جو غير هون وهون لها جو ثاني. يعني هو حلاوه البلد طبعا بتبقى احسن، بس انا بتكلم كالترابيزه نقدر نجيب كل الاكل السوري. والله عطل. بتقدر تقول 90% كله متوفر هون. متوفر هنا؟ متوفر يعني 90%. بقدر لك 90% اذا مو اكثر كمان يعني ما في شيء مو ناقص يعني. طب زي ايه مثلا عشان الناس حتى اللي يعني هم من لندن هنا وقاعدين يعرفوا ممكن يجوا ياخذوا حاجات من هنا يمكن حاجات مش لاقيينها؟ يعني ممكن تبلش من المشروبات للمقبلات للاكلات الرئيسيه لاي للحلو يعني كله متوفر. نفس السوريا بتلاقي تقريبا نفس وكل السوري. ايه بقى اللي مش موجود طيب عشان نقول والله هو ممكن الفرق هو التيست يختلف شوي يعني الطعم. الطعم يختلف شوي. مختلف خالص؟ لا مو مختلف خالص يعني بضل في تبع بلادنا في لها نكهه خاصه فيها يعني بيبيعوا ملوخيه هنا وكل الكلام كله موجود. كله مخية. موجود. طب تعالى نتمشى وانت ورينا كده في ايه. كمان كنا بنحضر ده قبل رمضان بشهرين كمان. اه عندنا في مصر كده كنا نبدا نحط الخيار ونملح كل الحاجات دي كلها. كل ده كان حاجه يعني كان بتحضر الخزينه بتاعتك لرمضان. نحن بلادنا بنسوي كان كل حسب الموسم يعني كل موسم بيطلع فحسب انت بتشتغل بتلاقي ستات البيوت كل موسم بيساوي الاكل اه بس ممكن يطلع موسم الخيار بيساوي موسم الخيار والزيتون. الزيتون في الزيتون عندك المقدوس هنا عند المقدوس هاي الاكل المقدوس اللي هو البتنجان عندنا آه. اسمه عندكم مقدوس؟ مقدوس اه محشي بالجوز بالجوز اه هاي اكله يعني شاميه
بحتة. انت تعرف احنا بنعملها بحاجة تانية خالص، احنا بنحط شطة جوه وشوية ليمون. هي فيها شطة وثوم وزيت وجوز طبعا. وجوز مكسرات حلوة. هي هاي البيوت اللي الشهر بتعمل كل الناس تكون تشتغل بالزيتون. بصوا كده يعني من جوه. هاي أكثر مشهورة فيها الشام عن الشام. أما هي مكدوس وبالطريقة دي كفاية اسمه مكدوس. مكدوس. والتورشي طيب واللفت طبعاً والحاجات دي. اللفت طبعاً طبعاً اللفت هاي بيطلع هذا كمان الشتاء يعني اللي بسوي بالشتويات يعني. في وقت بيجيك مثلاً موسم البندورة، الناس بتصير تشتغل بالبندورة يعني كل موسم مع بلادنا بالشي الموسم غير على هون كل شيء جاهز معلق فما تحس إنه في موسم شيء. موسم آه كل حاجة أفيلبل يعني موجودة على مدار السنة كلها. أنا ببلادنا كل شيء بيطلع، أحس إنه هذا الشهر مثلاً نزل مادة فلانية الخضرة فلانية الموسم فلان، مو هذا الشهر موسم الفاكهة فلانية. أما هون مثل كله من تحت ببلادنا بتلاقي إنه كل شهر في فاكهة وفي خضرة معينة، فبتلاقي الناس يكون أغلب عم تأكل نفس الطبخة ونفس الفاكهة. أنتوا بتجيبوا حاجاتكم من سوريا يعني؟ والله بسوريا يعني تقريباً نص من سوريا. في يعني بالشرق الاوسط بالشرق الاوسط انا شايف دلوقتي ده مكتوب هذا في يوناني في تركي يعني موجود نوع معمول هنا معمول في بريطانيا بس بايدي عربيه يعني مكتوب كل حاجه قدام القاهره ده جاي من مصر هذا مصر هي شركه مصريه وده جاي من كاليفورنيا هذا يوناني يعني في عندك الحلاوه هي ناس حلاوه صح يا حسن الحلاوه دي جماعه ما فيش هنا سوبر ماركت في اي سوبر ماركت مش عربي بيبيع حلاوه دي حاجة رسمي يعني لو عايز الحاجات دي لازم تيجي لهنا معينة في مكان معين واللي هو هنا يعني وفلافل فلافل هي الفلافل في عنا نحن الفلافل في البودرة وفي نبيع العجينة بتاعت ذاتها بتبيع العجينة نفسها أو في الفريش مساوي فريش بكا حسب ذوقه شو يحب ياخد فريش ولا بودرة فريش طبعا خلينا في الفريش خلينا في الفريش احنا بنجيلكم عشان الفريش خلاص طب في سكشن بيتغير عندك في رمضان بهارات معينه حاجه كده البهارات بشكل عام ثابته على مدار السنه بس هو اللي بيزيد طلب برمضان بيزيد عندك الطلب على ممكن نقول الفول ممكن على بعض الفول ما لازم هي لازم يكون الفول الفول طبق رئيسي عندنا في مصر على الفطار وعلى السحور على السحور لا احنا بس على الفطار على السحور بيكون خفيف شوي السحور لازم احنا عندنا فول برب العجول هو المسلم المسلم انه البلد صار او بحر رمضان بالصيف هنا الفتره قصيره بين الفطور اربع ساعات اربع ساعات فما عمل حل واحد يكون هضم الاكل على تبلش بال بتبوس على طول ما بتلحقش ما انا حتى عندي نفس المشكله طب انت عامل فيها ايه طيب خصوصا ان احنا بنصوم دلوقتي وقت طويل ولا هو احسن شيء واحد يوفر على السوائل كتر سوائل مثل هو من سمسير الطلب نحن عنا اهل رمضان على العصير وخصوصا عندك العصير اللي هي مكونه من هون اللي التمر هندي والجلاب دورات في رمضان والتوت الشامي وعندك الامر الدين بصير طلب على الامر الدين هذول اكثر شيء بصير برمضان عليهم طلب يعني تمر هندي اهو هذا تمر هندي عندك الجلاب نحط حبه صغيرين وتزود عليه ميه في عندك الامر الدين امر الدين عملوه عصاير عملوه ازايز والجلاب هي طيبه طيبه فيها جلاب عندك انا بحب الجلاب انا بص طب دي مثلا اقول لك على حاجه شرب تمر هندي احنا عندنا تمر هندي وعندنا عرقسوس بس انتوا مشهورين اكتر بالعرقسوس العرقسوس العرقسوس عندكم انا كنت اعرف مؤخرا العرقسوس انا العرقسوس في سوريا ضايقه انا ما بحبوش اساسا لا هو يعني بصير شراب اساسي برمضان بسوريا يعني يعني هذا بصير حاجه اساسيه بيع اساسي برمضان يعني بعد خارج رمضان بتخف عليه خلاص ما بدي شو بس هو اكثر شيء برمضان بصير طلب طب ايه الحاجات اللي عندكم اكثر حاجه في رمضان اكثر الجلاب بتشربوا جلاب في سوريا جلاب مش هو جلاب اكثر شيء اللي بلبنان بشرب بلبنان عندنا احنا بنشرب التمر الهندي والامر الدين وعندك عرقسوس احنا خروب وعرقسوس وصوبيا وتمر هندي صوبيا ما اعرفهاش صوبيا ده مشروب كده ابيض كده شبه النشا وفانيليا او حاجه كده بس مصر بس حاجه عظيمه يعني طيب نجرب شيء يوم نجرب شيء يوم لا 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 لازم فهي المشروبات هي دي هي بسعر عليها طلب وعندك طبعا العصير الباودر زي بانكو والحاجات دي للاطفال في شغلات هون ناقصه هي الوحيده عمركش تخش هنا تلاقي محل كده عند زيتون تعبي الزيتون اللي انت عايزه تعبي الاتموسفير ده طب زباينكم وقتهم اتغير حتى وقت يعني وقت العجقه عندكم اللي هي الزحمه الزحمه ما عشان انا اقول عجقه عشان انت تفهمني انا بحاول ايه فقعد سوري انا خلاص الناس انا وقت الوقت اتغير عشان الفطار وقت اتغير
ولا هو تقريبا الناس يعني ما ضلت على نفسها، لأن هو طبيعة الحال الناس يعني نصها بكون بالشغل يعني، فيختلف توقيتها يعني حسب غير ستات البيوت اللي يكون هي ما عندها شغل، فبصير بيجوا بكير أكتر يعني. طب إيه مثلا السكشن اللي بتحط في رمضان؟ هو بسوى قسم التمور. قسم التمور؟ أو قسم الحلويات. نروح نشوف قسم التمور والحلويات. تفضل. هكذا والله حلو الجو الرمضاني ده. كسان طيبي رمضان كريم. لا رمضان كريم. هنا تبلش الحلو والثمور هاي الأشكالة. هنا الحلويات بتعمل بتعمل كل يوم؟ هاي كل يوم تجي فريش. عم نسعمل كل يوم فريش ونسعمل فراغ صوص. طبعا الإقبال عليها هاي مهلا. لا قبل الفطور بساعة ما هتلاقي شيء. لا قبل الفطور كله ده بيخلص. هذا كله خالص يا جماعه. هو اساسا المكان ده خطر اصلا تخشوا وانت صايم. انا بقول لكم الصراحه يعني انا ماشي معاه دلوقتي وقلبي خلاص يعني، وعايز بس يعني ان انت تشوف كل ده وما تقدرش تاكل. هو ده العزيمه. فهدون حسب هي الاكلات كلها اغلبها بتكون شاميه يعني كلها. فهدون عندك القطايف، عندك الزنود الست، وعندك الوردات، ففي عندك العوامه. طيب عوامه؟ عوامه اسمها العوامه؟ عوامه انتوا سموها ايش؟ سموها لومه القاضي. لومه القاضي احنا بنسميها عوامه يعني. بقيه السنه يكون طلب على النوجا على المكسرات اللي هم بقيه السنه دي الحاجات اللي اكتر حاجه بس في رمضان بيبقى كله هنا. فعندك هي الاصمليه والنابلسيه والمدلوقه. قمر الدين مصطفى. قمر الدين مصر موجوده دي. ها؟ ما عندنا منه كتير. هو مصري ولا؟ لا هذا سوري. كل حاجه موجوده. انت بالنسبه لرمضان هنا عندك الاسره بتاعتك بتقدر تفطر كل يوم معاهم ولا عشان الشغل هنا الموضوع بيعطلك شويه؟ والله حسب الشغل. فاول انه يعني بحاول اوزع بين هون والبيت. بس اغلب الاوقات بالمحل هون يعني. طب بص انا عارف ان انت عندك شغل وعندك مواضيع كتير تعملها. هسالك سؤال اخير عشان انا عملت معاكم انتوا الصح وعملتوا معاها الصح. هسالك سؤال. اتفضل. بس بصراحه الترابيزه بتاعتك ايه الكوزين اللي يعني ايه الاكل اللي انت بتفضله في رمضان؟ اكلك ايه في رمضان؟ ايه الحاجه اللي انت تحب تاكل؟ لبناني تاكل، ايطالي تاكل، اسباني تاكل، فرنساوي تاكل، سوري يعني مثلا ايه؟ كل يوم هو السوري بقى يعني طعم السوري اللي معبى او البحر الشامي بالاخص معبى كل يوم فيه تشكيله كبيره يعني. فانت اذا اخذت على مدار الشهر هو 30 يوم فانت اذا عملت كل يوم اكله ما حتنعاد معك واحده ثانيه. الله عليك. فهل كنت عندك اكلات اكثر؟ انا عايز ابقى سوري في الاكل. خلاص خلاص رمضان كريم علينا. شكرا شرفتونا ان شاء الله. بجد والله شوف رمضان مبارك عليكم يا رب. يا رب انا لسه حامل الشوبينج بتاعي. خلاص رمضان كريم لكم وعليكم. شكرا وحبيبي شرفتونا. السلام عليكم. تعال بقى الفول.